هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة وخروج المصابين ورعاية الدول، كما يواصل مطار العريش استقبال المساعدات الدولية تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة. المزيد يطلعن عليه مراسل التلفزيون المصري محمد عبد الصبور. زملائي الأعزاء، مشاهدين الكرام، تحياتي من هنا من مدينة العريش. وجهود مصرية مكثفة ومتعددة على مستوى الملف الإنساني والإغاثي فيما يتعلق بالمساعدات المتجهة لقطاع غزة. إذا بدأنا بالمشهد داخل معبر رفح، اليوم طبعا يوم السبت هو أجازة عند الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم تدخل سوى شاحنات الوقود والغاز، وتحديدا 4 شاحنات للغاز و3 للسولار دخلت عبر معبر رفح مباشرة. فيما يتعلق بالمسار البحري وهو ميناء العريش البحري، نتحدث عن وجود سفينة تركية على متنها أكثر من 2000 طن من المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة متجهة إلى هناك. أيضا هناك بجوار هذه السفينة هناك المستشفى البحري الإماراتي العائم، والذي يتسع لأكثر من 30 سرير، وهذا المستشفى يتعامل مع العمليات الجراحية ويجري العمليات الجراحية تحديدا في العظام والعمود الفقري. أما فيما يتعلق بالمسار الثالث وهو المسار الجوي، استقبل مطار العريش طائرة إماراتية على متنها أكثر من 10 أطنان من المساعدات الدوائية والطبية، هي متجهة إلى المستشفى العائم البحري الإماراتي في ميناء العريش البحري. يعني المساعدات لا تقتصر على هذا المجال فقط، بل تمتد إلى وجود مساعدات عاجلة ومستمرة من خلال مكتب خدمة المواطنين بمستشفى العريش العام، وأيضا هناك مساكن السبيل التي تقدم على مدار ال 24 ساعة خدمات متعددة للجرحى والمصابين الفلسطينيين، وأيضا لمرافقيهم سواء في مكتب خدمة المواطنين أو على مستوى مساكن السبيل. أخيرا، هناك عدد من الزيارات من المنتظر أن تقدم إلى العريش في منتصف هذا الأسبوع، أهمها زيارة وفد من البرلمان الإيطالي. كل هذه الزيارات طبعا تصب في اتجاهين أساسيين، الاتجاه الأول يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار والوصول إلى تهدئة عاجلة وسريعة، والاتجاه الثاني هو الضغط على إسرائيل فيما يتعلق بزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية والغذائية لقطاع غزة.